شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا الذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب مين ما بيحترم السيدة مريم اللي حافظت على نفسها وصبرت رغم كل الأذى اللي عانت منه ومين ما بيحترم السيد المسيح اللي دعا للخير والسلام مريم هلأ كل أهل الشام بيفكروا بهي الطريقة اللي بتفكر فيها أكيد يا حضرة الكولونيل لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى تسمحي لي أعبر لك عن إعجابي؟ بصراحة يا مريم أنت بنت قوية وجميلة كتير وعندك حضور كتير مميز وأنا يوم عن يوم عم بعجب فيك أكتر طيب شو كنتي بدك تسأليني؟ بصراحة أنا كنت بدي أسأل جنابك شو اللي بدل موقفك؟ في أشياء كتير كانت مغيبة عني وبلشت شوفها صح
أنا بيسعدني أسمع هالكلام منك إلك بالذات يا جناب الكولونيل. يا ريت كل الفرنساوي بيفكروا مثلك. وأنا رح أعمل كل جهدي يا مريم لحتى ساعدك. أنت مريم، أنت البنت الشامية اللي بدلت كل حياتي. ما بيمل من حديثك يا جناب الكولونيل، بس أنا لازم أرجع عند معلمتي. تفضل أبو خضر. لك كم مرة بدي أعيد لك هالسيرة يا فريدة؟ ولعية لعيتي لي قلبي من كتر ما عدت لك إياها. شو مفكرتيني عم كذب عليكي يعني؟ أعوذ بالله يا ست ماري، حاشاكي، بس يعني أنا حابة أعرف مين هنن أهلي، حابة أعرف شو أصلي وشو فصلي. وأنا كمان بتمنى أني أعرف. صدقيني من أنتي وصغيرة سألت عن أصلك وفصلك بس ما قدرت أعرف شي. شو أعمل؟ عجزت. حاولي من جديد ست ماري، بترجاكي تحاولي. فريدة، أنتي متضايقة من شي هون؟ حدا حاكي معك كلام غلط؟ لا لا بالعكس، أنا كتير مبسوطة هون عندك، بس يعني قديش هيك حلوة أعرف مين هنن أهلي وأعرف شو أصلي وشو فصلي. الله يوفقك، حاولي من جديد. لك يا بنتي، حتى لو ما عرفتي أصلك وفصلك أنا هون أهلك، فهمتي؟ روحي افتحي الباب، روحي. حاضر، من عيوني. نفخت لي قلبي نفخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالد ابريني، طمنيني. لو تعرفي شو صار معي. خير؟ شو صاير معك فريدة؟ بدي لجوا. خذي هذا معك، شوفي لي السحاب اذا فلتان ولا لا. يلا يلا لجوا. حاضر. بسرعه. ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. طمنيني، شو صار معك يا رجال؟ السلام عليكم. بشر عليكم. سلام. بشر. الله يبشركم بالخير يا بضيات. ولايه ببلغكم ابو طالب السلام والدعاء وتحياته للجميع. وعلى رسول الله السلام. عمي وبيقولكم لازم تتقلوا العيار على الفرنساوي بكل الطرق والسبل على كل المواقع والمعسكرات وبالاخص بهي الفتره. الا ابشر وما حيعرفوا الضرب منيح اي شيء. الله اكبر. بيقولكم ان المفاوضات لحالها ما بتكفي، لازم تضربوا الفرنساوي بايد من حديد مع سير المفاوضات. ها ونعم الراي يا عمي. الله اكبر. بعيونك يا بطالك. شلفوا شباب. يلا. صدقيني يا ست ماري هيك كان عم يحكي معي. لك حسيت حالي كأني عم بحلم. شكله أخيرا وصل لمرحلة عرف فيها مين هني أهل الشام وكيف بيفكروا. والله يا مريم فاجأتيني إنه الكولونيل هيك حكى معك. بس ما بعرف أنا ليش بضل خايفة. يعني بحسب حساب ليكون عامل لك فخ لا سمح الله منشان توقعي فريسة بين إيديها. طمني ست ماري، لو ما كنت متأكدة إنه هالحكي طالع من جوات قلبه مقتنع فيه ما كنت حكيت لك يا. لك قال لي بعظمة لسانه إنه هو حاسس حاله غلطان تجاه أبي وتجاه البلد. أنا بهنيكي يا بنتي على هالجرأة اللي عندك وعلى هالإيمان باللي عم تعملي، بهنيكي من كل قلبي. يا ميت أهلين وسهلين. بالمهلي خالتي مساوي. لك اهلين بحبيبة قلبي مريوم. ان شاء الله اخي محمد هون. ايه حبيبتي هون شحوا بالاوضه. فوتي يا محمد. محمد اجت اختك مريم تشوفك. اهلين وسهلين. كيف فيكي؟ اهلين اختي مريم. اهلين اخي. سلامات. رح قوم صاحب لكم قهوه. اخي محمد عاوزتك بخدمه. راسي بيسوق رجلي اختي، مريني. بدنا نتساعد لننظم مظاهرات تعم الشام من بابها لمحرابها وشارك فيها كل الطوائف والمذاهب الدينية والسياسية والاجتماعية. مظاهرات؟ ايه. وشو الهدف انه نعمل مظاهرات بهالفترة هي بالذات؟ ننطالب بإعادة محاكمة عمك أبو طالب بشكل عادل ومنصف. وبتتخيلي اللي حكموه ممكن يرجع يعيدوا محاكمته مرة تانية؟ لازم نضغط عليهم بكل إمكانياتنا. ما بتصور اللي حكموه يرجع يعيدوا محاكمته مرة تانية. هلا أنت ساعدني بحجة المظاهرات وترك الباقي على الله وعليه. الله يكون معكم وينصركم بجاه رب العالمين. آمين يا رب. يسلم هديك. تفضل. يخزي العين حولك وحواليكي، ما شاء الله عليكي بتطلعي قد عشر رجال. أبو طالب بيستاهل نقدم له الغالي والرخيص. أي والله معك حق. الله ياخذ بإيدكم.
أمان 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 يلا يلا اهلين. اهلين ابو حميد، تفضل شرف. عاوزك بموضوع كتير ضروري. خير شو في؟ بدنا نزور المدارس ومكاتب الاحزاب الوطنيه ومخاتير الشام ورجالاتها. اوف، وليش كل هاد؟ بدنا نعمل مظاهرات لاعاده محاكمه ابو طالب. عن جد عم تحكي؟ امشي معي بعدين بحكي لك، خلصني. يلا جاي. ايوه وقلت لك اهالي الشام رح يرضوا يطلعوا مظاهرات معنا. نحن بدنا نعمل اللي علينا، بدنا نحاول. ان شاء الله يا رب الله يسمع منك. ما بعرف، بس أنا كتير كتير متفائلة، خص نص إنه الكولونيل واقف معنا. شو هالحكي؟ الكولونيل بذات نفسه واقف معنا؟ والله يا صالح الكولونيل متغير من الأرض للسماء. شو هذا ما بدأ؟ بعدين بحكي لك. هلأ المهم خلينا نفكر كيف مننظم مظاهرات يشارك فيها كل أهالي الشام. طيب قولي لي كيف بدنا نعملها؟ امشي معي هلأ بالبيت بحكي لك. يلا. والله ما عم صدق يا أم مرعي، هلأ الكولونيل ذات نفسه بده إياكم تطلعوا مظاهرات ولا ضد الفرنساوية؟ ما عم تزبط معي. أكيد في شيء من وراء القصة ما بنعرف. كل القصة إنه حاسس إنه أبي مظلوم وبده يساعده. لك أمي ليكون عاملكم كمين تجلى تطلعوا مظاهرات يقوموا الفرنساوية يمسكوكم. إيه والله ساعتها موت بأرضي. بعيد الشر يعني. أمي خلي قلبك قوي، بعدين ما بدك أبي يرجع ينور لنا حياتنا؟ لكن ما بدي. والله يا أمي هذا يوم المنى، يوم المنى. يلا أمي أنا راح. يا الله قومي ننام احنا كمان، بكرة عنا كتير شغل. قومي. العافية عمي ابو عدنان. اهلين عميم. اهلين رفيقي احمد. اهلين يا ابي، تفضل تفضل استريحوا. احنا جيتنا من عند اصحابنا ومعارفنا بحارات الشام عمي ابو عدنان. خير ان شاء الله. بيني وبينك عمي كنا عم نطلب من المعارف والاصحاب انه نشكل مظاهرات للمطالبه باعاده محاكمه عمي ابو طالب. شو هالحكي؟ وبالمعي يا عمي بلكي بتطلب من الشيخ عمار يحكي لنا مع الاهالي يطلعوا معنا بالمظاهره. قلتكم هالشيء رح يجيب نتيجه لك يا عمي؟ بدنا نحاول نعمل كل جهدنا عمي. خلص لا تكن هم من هالناحيه يا عمي. وبلكي بالمعية تحكي لنا مع كبارية ومخاتير حارات الشام مشان نفس الغرض. كمان من هالناحية لا تاكل هم. بس انتو مين اللي طلب منكم تعملوا هالشي؟ مريم بنتو لعمي ابو طالب. مريم مريم ما غيرها؟ مريم. معقول بتنجح؟ ايه بتنجح، ليش لا؟ ما عندي شك. يا اجيت يا سيدي؟ والله ما حسيت عليك. ولا يهمك. اعمل لك كاسة شاي ولا فنجان قهوة ولا كاسة عصير؟ لا لا ما بدي شيء. بس امور امور يا سيدي. هلا مرة انت قلتي لي انه الدعاء ممكن يتحقق، وهيك؟ إيه لكان الله سبحانه وتعالى قال ادعوني، وإذ كان الدعاء طالع من القلب وللخير الله دخيل اسمه بيستجيب. طيب إذا هيك دعيلي دعيلي يتحقق اللي عم فكر فيه. دعيلي وإنتي عم تصلي. إيه أنت القلب داعي لك روح.
الله يوفقك ويحميك ويحمي عنك ولادين الحرام وينولك مرادك بجاه الحبيب. لك اهلين وسهلين والله. وينكم لهلا؟ بردت لهوه. ست ماري هون؟ لا ما لهون هلا بترجع. فوت فوت. لكن الله يخليكي الي لانه نحن بكره مو جايين لانه بنطلع بالمظاهره. مظاهرات شو؟ الشام كلها رح تطلب مظاهره وما رح يوقفون لهالمظاهرات لحتى يفرجوا عن المساجين والمعتقلين يلي بالسجون. ايه وانا رح اطلع معكم معناتها. انتي؟ ايه شو مالي خرج يعني؟ انا ابي قتلون الفرنساويه ومن حقي يطلع مظاهرات. اسمعوا على هالحكي، ليش مو خرج؟ اي والله عين الله عليك تقبرين. يا بنات اذا مال الشام طلعت مظاهرات اعتبروا كل المساجين طلعوا من السجن. عم تتمقلسي يعني؟ ايش مو ناقصني انا؟ بدي ضلني اطلع مظاهرات وكل يوم ولحتى يطلعوا كل المساجين. بعدين ما حدا بيحب بنته اكثر مني. امان 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 toute la population de Damas. Elle est petite et douce. Oh,
شو هاي الفضل الكسفة؟ متظاهرين عم يتقدموا من الحاكمية وعم يطالبوا بالأسرى وعلى رأسهم أبو طالب. متظاهرين؟ بيطالبوا بخروج أسرى وعلى رأسهم أبو طالب كمان؟ نعم سيدي. فخوهم فخوهم بسرعة، يلا أليزي. سيدي المظاهرات بكل المكان عم بتطالب بالإفراج عن الأسرى وعلى رأسهم أبو طالب، واشتبكوا مع جنودنا وعمت الفوضى كل المكان. معقول؟ الأخطر من هيك سيدي إنه فخامة الحاكم العسكري طلبك أكثر من مرة وحضرتك ما كنت موجود. يبدو إنه الأمر خطير سيدي. طيب أنا رح شوف فخامة الحاكم العسكري وأفهم منه تفصيل الموضوع. انتظرني هون. Les choses vont de mal en pire à cause de ce pauvre idiot, pauvre stupide, colonel France. Quel est votre avis, messieurs? Les manifestations n'étaient pas prévues du tout. Il n'y a qu'un seul moyen d'en finir avec cette comédie, monsieur le gouverneur. Lequel? Les battre avec un main de fer. Le problème sera résolu à ton avis, colonel Michel? Bien sûr, colonel France. Non, cela aggravera la situation de plus en plus. Alors, colonel, on le laisse comme ça? Je n'ai pas voulu dire ça, colonel Michel. Messieurs, arrêtons cette comédie et restons au choix de la bonne solution. Bon, messieurs, j'ai le sentiment que c'est le noyau d'une agitation à longue terme. Je ne pense pas, colonel. J'en suis sûr, colonel. La preuve est le grand nombre des manifestants. Messieurs, qu'il soit une agitation ou une manifestation, je refuse de libérer les prisonniers, et notamment Abou Talib. C'est ce que j'ai voulu dire, gouverneur. Il n'y aura plus de limite. On doit absolument utiliser la force, puis la force, et encore la force. Si cette choix est prise, vous serez le responsable des conséquences. J'assume ma responsabilité. Dites ce que vous voulez.
يا رجال! البجارة يا رجال! البجارة يا أبو العباس! بشير! الشام كلها طالعة مظاهرات بكل الشوارع بكل الحواري، عم يطالبوا بالإفراج عن المعتقلين. وينهم عمي أبو طالب؟ لك الله محيي الشام ورجال الشام كلياتها. بمعيتك عمي أبو العباس وبمعية الله، لازم نتحرك وما نترك أهلنا لحالهم. وصلت عمي؟ وصلت. قولوا الله يا رجال! الله أكبر! مرعي قلبي مثل النار على البنات، تأخروا كتير. لا تخافي يا سبي أبو طالب، لا تخافي، إن شاء الله بيصلوا بخير وسلامة. حاجت قليلي لا تخافي، رح تصير الدنيا نصلين. يا رب يا رب يوصلوا بخير وسلامة. يا رب يا رب. ها إشو إشو إشو. السلام عليكم. مساء الخير يا جماعة. وعليكم السلام. إيدك يا أمي. لك أمي ليش لهلا؟ لأنه رح تخلصنا مظاهرات. لهلا المظاهرة؟ لك الشام كلياتها شاركت بالمظاهرات كرمال عيون ابو طالب، وانا وصالحه كنا لازم نضل لاخر شيء. بحياه الله امي. لك الشام كلياتها شاركت بالمظاهره. الحمد لك والشكر لك يا ربي. امرحي دخيل عينك، عملي لهم لقمه لهالبنات خليهم ياكلوها. ايه العيني. قومي امي فوتوا غيروا اواعيكم وطلعوا كلوا. يلا 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 امرحي خفيه. يلا خفيه. من هاللحظة هي الله يرضى عليكم بتبلغوا لي كل أصحاب المحلات والدكاكين، بتأكدوا عليهم يضربوا عن فتح محلاتهم ودكاكينهم لوقت الليلة. نحن بأمرك مختار. أبشر يا مختار. ونحن كمان بدنا نضرب يا مختار. لك أنا عميم لك، لك نحن عم نضرب مشان الشام وأهل الشام. مختار إذا هيك منضرب طول العمر. لا ما رح نضرب طول العمر، اضرابنا لوقت محدد وعسى الله يفرجها. يلا يا رجال يلا توكل على الله وروح بلغوا الناس. يلا 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 الله يرضى عليكم. شرف اخي ابو جاسم. شرف سيدي. خلينا نشوف شو قلنا نحن ثانيين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهلين وسهلين، شرفوا سيدنا شرفوا. السلام عليكم. السلام عليكم اولاد حلال. خير ان شاء الله. يا سيدي كنا رايحين انا والشيخ عبد الرحمن لعندكم مشان نقعد معكم نحكي. ايه ما صار شيء، تفضلوا بنرجع سوا. لا سيدنا ولا اهلا وسهلا فيكم، وصلتوا خلينا نعطيها هون. تفضلوا تفضلوا. شرفوا شرفوا، اهلا وسهلا. الله. ايه سيدي كان بدنا نحكي معكم بخصوص الاضراب، ونحن جايينكم لهالسبب هذا بالذات. يا سبحان الله، القلوب شواهد. انا والشيخ عبد الرحمن درنا بالحاره وما خلينا لا محل ولا خضري ولا اول شيء اللي خبرناهم، والكل جاهز والحمد لله، وهذا هو المطلوب. شو رايكم هلا فنجان قهوه؟ What about this disorder everywhere, John? It's like this since you left to Beirut, sir. 10 days, our council thrown by stones? All the councils in Damascus like this. You are joking. No, I am not joking. Nobody can stop it. And what about the Syrian government? They tried, but in vain. Some students can do all this. الشام فخر العرب مثل بياديهم. ألوي. Good day, Your Excellency, Military Governor. Council of Britain is talking. You are welcome, Your Excellency. What about this disorder in Damascus? We are dealing with this matter according to our vision. This mess will be soon. But as I know, 10 days and strikes everywhere in Damascus. Yes, Your Excellency, and as I mentioned, this mess will ensue. I hope so, sir. Reassure Your Excellency, things will ensue as we wanted to be. Good day, Your Excellency. Goodbye, sir. Goodbye. Nous sommes vraiment embarrassés devant tout le consul qui se trouve à Damas. Nous commençons à perdre notre prestige. On vous a demandé dès le premier jour d'utiliser la force avec les manifestants. Mais vous avez refusé. Comment voulez-vous qu'on écrase les manifestants alors que les consuls ne cessent pas de nous critiquer? Il a fallu utiliser nos chars militaires dès le début pour écraser les manifestants. Monsieur le gouverneur, si vous croyez que nos soldats vont faire calmer les manifestants en secouant leurs fusils et tirer en l'air, cela ne sera pas évident. Colonel, on a déjà utilisé les forces armées, mais cela n'a rien abouti. De toute façon, même si on a fait descendre les voitures armées dans les rues, mais cela est déjà trop tard. Oublions. Oublions cette idée. Alhamdulillah, salam ya khan. Yalla chouye, bikoun el ghada jaï. Ma baddi akou chi. Khair 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 inchallah. Khair. من وين بده يجي الخير؟ مالوغوزمون ما في خير، لأنه نحن ناس جينا من كل الطريق لهون لحتى نعلم الشعب ونبني مدارس مستشفيات pour les enfants لحتى يكونوا أحسن. بس ما بدهم، عم بيقتلونا إلنا، عم بيحاربونا إلنا، وكأنه ما بعرف، إضرابات، احتجاجات، قتل، فوضى.
طولي بالك يا خانو، طولي بالك، والله مو حلوة منرفزة ومعصبة. شو رأيك ساوي لك كاسة عصير تبرد دمك؟ أكيد ما فهمتي علي. الله بعرف شو بدي أعمل عشان يضلوا نايمين. الله ما عارف. Faire arrêter les troubles, tandis que les manifestations se transforment en agitation populaire. Colonel, vous connaissez déjà mon avis sur ce point. Nous devons trouver une solution loin de la force. Comment ça, monsieur? Et la situation s'empire de plus en plus. Répondez, s'il vous plaît. Allô? Bienvenue, Votre Excellence. Le consul d'Espagne? Je ne suis pas là. Oui, monsieur le consul. Monsieur le gouverneur est hors du gouvernat. Bon, d'accord. Il vous appellera dès qu'il arrive. Oui, oui, monsieur. Nous essayons d'en finir avec ce chaos le plus vite possible. Ah, bien sûr. De notre côté, on est au courant que les dégâts sont très graves dans toutes les ambassades. Oui, oui. On va rétablir tous les dégâts que toutes les ambassades ont subis. Merci, monsieur. Au revoir. C'est toujours... le même discours. Il se plaint de la montée de la violence toute cette période sans aucune opposition. Et qui est parmi les consuls n'est pas plein de cette situation, hein? انت متأكد؟ نعم سيدي. اضراب عام شل حركة أسواق الشام كلها. جميل. وزادت الهجمات على مواقعنا أكثر من أول وتسببت بخسائر مادية وبشرية فادحة. كمان جميل. الأمور من سيء لأسوأ سيدي. على كل الأحوال روح شوف شغلك وقل لي الأخبار لحظة بلحظة. احترام. الشام فخر العرب متنو بياديهم ما يوم جاه العدا إلا وبياديهم أهل أمان وقدر الله بياديهم يا يابا. ينفرموا فرم على هالعملة،
لك شو هدول؟ ما بيخافوا الله؟ يا عمي اللي بدهم يا أمي، احنا راح نضل نظاهر ونحقق كل مطالبنا. شو يعني؟ لسه القصة ما خلصت؟ لك شو خلصت لك أمي؟ هلأ بلشت، ما بتخلص نطلع كل الأسرى من السجون وعلى راسهم عمي أبو طالب. حسبي الله ونعم الوكيل. لك شو السيرة اللي طلعت لي فيها؟ أنا بتعرف غيري أمي، لما كبرت ما بتصغر. برضاي عليك ولك أمي، اترك هالشغلة لغيرك. لك أنا ما بقي لي غيرك بهالدنيا. مين غيري لك أمي؟ مين غيري؟ إذا الشباب الشام كله من كبير لصغير وما رح يهدوا غير يطلعوا الأسرى من السجون، ولا أنا ماني قد أمي؟ قد لك أمي، قد. بس أنت بس شو أمي؟ خلص وكلي الله، ما بستغل غير كاتبه الله أمي. قوم قوم غسل وغير أوعيك. قوم مسي بهيج، كونك دبيتي عضو في برلمان سوري، أنا بطلب منك ومن زملائك إنه تلاقوا حل نهائي لهي الفوضى اللي بالشارع. يا سيدي لا أنا ولا أعضاء البرلمان السوري بيقدروا يوقفوا هالهيجان الشعبي. أنا بقترح لو تنزلوا لرغبة المتظاهرين، ولما بتهدى الأوضاع بصير في كلام تاني. ست امبوسيبل مسيو، هذا مستحيل، مستحيل ننزل لطلبات متظاهرين. أنا بحترم موقفك يا سيدي، بس صدقني ما عندي القدرة على إقناع المتظاهرين. مسيو أنتوا عم تطالبونا بالأندبندنس، عم تطالبونا بالاستقلال، وأنتوا ما عندكم قدرة توقفوا متظاهرين وفوضى في الشارع. أنت كيف ممكن يحكم بلد؟ هذا كلام تاني يا جناب الحاكم العسكري. وعلى كل حال الليلة في عنا اجتماع مع الحكومة السورية ورح أناقش هالأمر. لو طوم باس فيت مسيو، الوقت بيمشي بسرعة. بصير خير سيدي، بصير خير. اوكي اوكي اورفار. قلت لك انسة كاميليا رح تجيب نتيجة هالمظاهرات؟ بوتيتر خوي. يعني معقول يطلع بإيدهم ويحققوا اللي بدهم اياه؟ كل شيء معقول. معقول السلطات العليا تستجيب لكم طالب وعامل وبتطلع مجرم من السجن؟ كمان ممكن. إيه بس لحد هلا ما جاوبتي على سؤال الخانم يا آنسة كاميليا. إيه والله يعني آنسة كاميليا بدنا هيك جواب كافي وشافي ووافي. يعني هي شغلة الممكن ما بدنا إياها. قولي لنا رأيك ووجهة نظرك بصراحة. داكور. إذا استمروا أهالي دمشق بالتظاهر لفترة طويلة وقدروا يصمدوا أكيد رح يحصلوا على مطالبهم. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب. ببكوتي ونوحي تهون علي الصار، روح يا ريحان سلم